أنت. كيف؟ شو قلتي؟ عن جد عم تحكي؟ أنت حامل؟ عم تمزحي؟ عم تمزحي ما؟ خالدة أنا ما عم صدق. رح يجي نبي. كيف هيك؟ أنا رح صير أب يعني؟ رح تصير أب. قوليها عيديها. أنا رح صير أب. عن جد عم تحكي؟ لك يا ربي تخيلك. نزلني ما بيسوى للحمل. نزلني. آسف يا روحي. آسف آسف روح يا مجنون. روح مو قصدي. آخ علي، رضا نحن رح نقدر نحمل ابننا مع بعض بس يخلق. انت وراكد على الموت دائما. انا وناطرتك كل يوم للصبح من غير نوم ولا اكل. نقدر نعيش هاللحظة مع بعض أنا وياك. ما ضل إلا القليل. رح نخلص. وصلنا للأخير. والله ما كنت تفهم إنه أنا خلقت بنص هالعالم. أنا بنت حكمة جوركان، متأكدة ما حدا بيعرف شو يعني حرب ورصاص أكتر مني بهالدنيا كلياتها. بس هذا ابننا نحن، ولو شو ما صار ما بدي إياه يخلق بنص العالم أبدا. فهمني علي رضا، أنا ما بدي أعيش بالحروب ومع السلاح كل عمره. ما بدي يخاف ويفكر إنه يا ترى أبوه رح يرجع على البيت ولا ما رح يقدر يشوفه مرة تانية. عم تفهم علي مو؟ رح توفي بوعودك إله؟ ما بدي استناك وهو خايف. بدي استناك وهو فرحان إنه أبوه راجع من شغله. أنت ما عاد فيك ترمي حالك هيك للموت. علي رضا، أنا تعبت من الخوف كتير. أنت مجبور تفكر فينا كمان. ماشي، إذا رح تنهو هالحرب نهوى، بس بعدين ارجعوا لنا أنت وأبي. بدي ترجعوا لنا، رح نستناكم. وعد شرف. راجع أنا وأبوكي لعندكن خالدة. رح أرجع كرمال شوف اليوم اللي رح يخلق فيه ابننا. وعد. أنت هلأ معك روحي. أنا صرت هلأ بثلاث أرواح. وعد شرف مني أرجع. إيه؟ وعد. حاتم، أنت معصب مني أنا ما هيك؟ اسمع، يوم ما أنا حكيت معك
حكي بيجرح شوي بس كنت بدي ترجع لوعيك. والله أنت بمثابة ولادي. من هيك ما حدا شايلني من أرضي. شو هالحكي اللي عم تقوله لك يا ابني؟ ليش لحتى ما نشيلك من أرضك؟ بهذا البيت ما حدا شايل لي اعتبار، ولحتى مرتي أمينة، يعني علي رضا بيقول مرة وبصير أمر، أنا بقول الكلمة ألف مرة وعلى الفاضي. اسمع، إذا عم تقارن حالك بعلي رضا يا صهري معناها قارن منيح لو سمحت. علي رضا كرمال كرامته لا بيترك عيلة ولا بيترك اللي بيحبهم وبيمشي. بس أنت شو عم تعمل؟ آه؟ مهمك غير حالك وبس؟ شغلي أنا، قراراتي أنا، ورأيي أنا، هيك ما بيمشي الحال؟ نحن ناس واعيين، نحن عائلة واحدة، عطول كنا إيد واحدة، مين قلنا غير بعضنا نحن ولك ابني؟ أنا مالي حدا أمي، حتى مرتي أمينة كمان ما أنا معي. قلت لها تعي أنت مكانك معي أنا. شو؟ أكيد ما رح تجي. أنا شو قلت لك؟ لو شو ما صار منضل عيلة واحدة. أنا زلمة فاشل أمي، والله ما عم يطلع بإيدي، يعني كل ما حاولت تكون كبير بهالبيت بصغر أكتر، ما عم يطلع بإيدي أعمل أي شيء. حاول أقدم من كل قلبي وما عم يمشي الحال. إيه وبلا، وإذا يعني ما مشي الحال؟ ليكك عندك عيلة، عندك مرتك وعندك بنتك. إيه ليك صهري، نحن مالنا متحملين. إذا أنت كمان تركتها وقتها رح أزعل منك وما رح سامحك أبداً. ها، لا تكسر حالك ولا تكسرنا معك. إيه ابني. شو عم يصير؟ ما رح تحكي لي؟ نحن مبارح أنا وأبوكي تخانقنا، وبصراحة كبرت معه بالحكي، وهو من وقتها عند وقرر إنه يمشي من هون. ليش؟ لوين رايح؟ ما بيقدر يعيش بدوننا، هو ما بيقدر يقلي بيت. طيب معك حق، مزبوط، بس يعني حاتم؟ ما رح تمشي، ما هيك؟ ما في حدا رح يمشي من هون بنتي. أنا ما رح أسمح لعائلتنا إنه يروح منا حدا لو شو ما صار. ستي حبيبة ستك أنتي يا روحي، يا عيوني أنتي حبيبتي. معقول هيك كنت رح تعمل فينا؟ كل الليل قاعدة عم بقنعك حتى ما تروح، كلمة من أمي قنعتك فورا؟ قلتي لي كلمة من أمك؟ هاي بتكون أمي مثل ما هي أمك، لهيك اقتنعت. بابا تعوا يا حبيبات قلبي. بابا تعا تعا تعا، الله لا يحرمني منكم. بحبكم انتو عيلتي. حبيبي انت. راحت على البيت. خالدة منيحة؟ ايه ايه عمي، كل شي عال لعال. ما في شي من اللي عم بتقوله علي رضا بلا ما نضحك على بعضنا. نحن تاركين ورانا كتير ثغرات، عن جد الطريق اللي طالعين عليه صعب. شو قلت لخالدة؟ قلت لها ما رح يصير شي، ما تحطي ببالك، مفكر حالك ريحت بالها ما هيك؟ شو بدي إلا يعني؟ ما فهمت. غلط. كيف يعني غلط؟ أنا اتخذت قرار، حسن كمان معي فيه. شو هالقرار؟ انت ما رح تشارك بالكمين اللي عاملينه. حكمت اغا معه حق، انت انسحب ومننهي القصة بمعرفتنا. ما بصير هالشي. بيصير علي رضا، بيصير وكتير كمان. انا طلبت منك شي، شي واحد بس، انه تحمي خالدة وتبعدها عن الحرب. ما فيني أمن عليها عند غيرك أبداً، وبتعرف هالشي. ابني قلت لك نحن مننهي القصة، ما عنا شي نخسره بالنهاية، بس انت في عندك كتير حتى تخسره. إذا أنا تراجعت هلأ شلون بدي زور قبر نهال وقبر فاتح كمان؟
بعد كل هالوجع وكل هالموت أنا ما رح كون خنت محبتي اللي بحبهم؟ أنا لما طلعت على هالطريق كنت لحالي، أنتوا جنبي هلأ، نحن أقوى وما رح يصير أي شيء لحدا، كونوا واثقين. سما كيفك؟ كنت متصل فيكي كرمال موضوع الطباعة. وبعدها ما شفتك بالكافيتيريا. لهيك يعني بكرة بلكي منحلها مشكلة هالمشروع هاد. تمام، معناها منحكي على الغدا بكرة. تمام تمام تمام، شكرا، يلا باي باي. خالو؟ ليه جاي من وراي مثل الشبح هيك شبك؟ خوفتيني. أنا فتت بشكل طبيعي كتير على فكرة، بس أنت عقلك بمكان تاني. إجا خالك؟ لا ما شفته إجا. طيب يلا طلع. يلا أنت عندك حكي تقلي إياه. مين كانت هالبنت؟ أي بنت؟ اللي كنت عم تحاكيها على التليفون. إيه رفيقتي بالشغل، كنا عم نحكي بمشروع بخص الشركة، يعني شغل مو أكتر، هاي هي القصة. بس خالو أنت مبلش بالشغل جديد، معقول تسألك؟ ايه هي نائبة مدير المشروع لهيك عم تطمن وسألتني على الشغل وانا جاوبتها. بعدين ولي فصعوني ليش عم تتدخلي؟ هلأ خالو هذا رأيك فيني؟ انا حاسة انه انت وياها رح تلتقوا مع بعض. لوين رح تاخد البنت؟ على كافيتيريا الشركة. ايوة لكان طلوب اتنين شاي بعد ما تخلصوا اكل من كافيتيريا الشركة. خد البنت على مكان راقي. مكان راقي كيف يعني؟ لوين اخدها؟ مكان راقي مثلاً خدها على مطعم ستايلو مكسيكي تاكلوا أنت وياها أكل مكسيكي. شو رأيك؟ شو بتفهمي بهالقصص؟ ايه طبعاً بفهم، أنت لسه ما بتعرفني. صحيح ما اشتغلت بس ملعبي هالمواضيع. ايه ماشي ماشي، قومي طلعي لك هلا برا. اشتغل لشوف يا شغيل، لاحق على الشغل. الله يقوي. قليلة أدب أنتي. هلا الإشارة يلي بتكون طالعة من الجي بي إس ما في أي غلط، ما هيك؟ ما فيها ما فيها، الشغل على هالنقطة كان بالتفصيل، كم شخص ومواقعه كل شيء مبين. ممتاز ممتاز، المهم الموقع يكون صحيح، الباقي كله بينحل. جاي لك ولك علي رضا، جاي لك، جاي وجايب لك معي عزرائي. مرقوا من النقطة واحد. تمام علم، النقطة اثنين حضروا حالكم. جايين باتجاه النقطة الثالثة. قطعوا النقطة الثالثة هلأ وفايتين بطريق المستودع حالياً. رح نبلش أصلاً، ما بدي أي غلط، ما بدي وصيه. لا تأكل هم أخي. انت عالزاوية، انت وانت الحقوني. المكان آمن يا بيت. اهلين.
أهلين يا ريح. تأكدتوا منيح من المكان لا يكون في شيء كمين؟ كل المكان تحت السيطرة، بس حاويات المصاري كلها فاضية. شو؟ شو يعني فاضي؟ مثل ما سمعت. كيف يعني فاضي؟ تفضل. افتح. بظن لما يلاقوا الصناديق فاضية ما رح يهجموا على الحارة. في مصيبة أكبر هلا واقعة على روسهم. مظفر ما رح يقدر يشرح للي فوق إنه فشل للمرة الثانية. مو بس مظفر عم يتابع الجي بي إس، يلي فوق كمان عم يتابعوه. لهذا السبب إذا قال لهم إنه الصناديق فاضية بيكون عم يقول لهم تعالوا اقتلوني. عم يلعب فيني هذا التافه. خلينا نحن كمان نلعب معه. اسمع مني، خلينا نروح على حارته، نكسر نهيد، نقتل وننزلها فوق راسه. روقني شوي، روقني. نحن بورطة كبيرة هلا. واضح انك بالموقع اللي راح تسلم فيه المصاري يا مظفر. ايه وصلت. وهلا نحن بصدد التسليم، راح اقدم تقرير لكم. مستعجل، نحن بانتظار تقريرك. طيب. كذبت عليهم؟ كرمال ننفذ بأرواحنا، لأنه إذا بيحسوا علينا أنه عم نلعب ما حيطلع علينا الضوء. هلأ بس مظفر انحصر بخانة اليك، الحل الوحيد انه من غير ما يحسس الظلال بشيء انه يحل المساله. شلون بده يحلها؟ المصاري عنا. نحن رح نساعده. ولك علي رضا، والله رح اقتلك وادفنك بايدي. هلا شوي براقبك. شلون بدي اهدر فيك؟ هن بدهم يوصلوك لهالحاله مشان تهجم، وبهالطريقه رح تروح على كمينهم برجلي. كيف لقيت لي المفاجأة يا مظفر؟ جريئة زيادة عن اللزوم. أنا هند اللي عم تلعب معي علي، بس هالمرة فاسك خبطت بالصخر. أنا لا بشبه براق ولا الختيار كمان. اسمع شو، هلأ رح فهمك أنه أنا ما بيلعب معي، وفوراً كمان. يمني من تهديداتك الفاضية هي مظفر، في مصيبة أكبر مني بكتير واقع على راسك هلأ. نحن الاثنين منعرف إنه ما فيك تشرح هذا الموقف للظلال. كذبت عليهم ما هيك؟ لأنه إذا دريوا إنك فشلت كمان مرة قبل ما تحاول تصلي هن رح يوصلوا لك. بس ما تضايق حالك، أنا دخلتك هلأ على كمين وأنا رح خلصك. رح رجع لك كل المصاري، بس أنت سلمني براق. عم بتفاصلني أنا يا ولد؟ فاصل لي أكبر منك، هي آخر فرصة عندك عمل لك، القرار بيرجع لك. رح أعطيك مهلة لبكرة، فكر منيح بالموضوع. شو رح نعمل؟ شو بدك نعمل؟ قلت للظلال إني بلشت بالتسليم، لهيك لازم نضل هاديين هلأ ونتصرف كأنه كل شيء تمام التمام، بعدين منقرر شو رح نعمل. انتظر مني خبر. علي رضا. خالدة. أهلا وسهلا، أنت منيح؟ إيه منيح. بابا كيفه؟ منيح، الكل مناح. يعني خلصنا ما هيك؟ تقريبا خلصنا، بس ضل شيء أخير وبعدين رح أركب بالتاكسي تبعي وأرجع على البيت. رح أرجع لعندك.
ورح أرجع لعند ابننا. أنت رح تكوني أحسن أم بالدنيا، وأنت رح تكون أب كتير منيح. والله ما رح أتحرك من جنبه، بدي أخده حممه وغسله ونيمه على صدري كل يوم. نحن ما رح نفترق أبدا، نحن الثلاثة مع بعض رح نكون عيلة حلوة كتير. أنا معجب بجرأتك. جاي تقابلني لوحدك ما هيك؟ أه؟ بمين شارد ظهرك يا ولد؟ أه؟ حكمت كمان منو بظهرك؟ رح تطلع من خرجي بدم شوفير تاكسي. بما أنه حضرتك مجبور تجي لعندي لهون، معناتها بيطلع بإيدي. أصلاً أنا معجب بغدرك، بعت قضيتك وبعت أقرب أصدقائك، وهلأ عم تبيعني براق. ما طلع في حدا بجاريك بالندالة. علي رضا ما تجور كتير على أعصابي مشان تطلع من هون عايش. مو عكيفك، انت كمان ما رح تستلم المصاري. إذا مو اليوم فبكرة الظلال حيعرفوا إنه المصاري انسرقت منك. لا وكمان كذبت فوقا، قلت لهم إنك لقيت المصاري. برأيك حيكون عندك فرصة لتشرح؟ برأيي إذا ما رح تقبل بالاتفاق تبعي فروح اقتل حالك، لأنه ما رح تقدر تطلع من هالقصة بطريقة تانية. طيب شلون بدي أثق فيك؟ بركي حرق المصاري. المصاري عندي وبراق عندي، أنا مشكلتي هي انتقامي من براق. مون رح ترفع إيدك عنه وأنا رح صفي حسابي معه، وأنت بتاخد مصاريك ولا بقى تورجيني خليتك. انت ليش عم تستنى خبر من هالزلمة؟ كرمال المصاري؟ مانو مضيع للوقت؟ هلأ أو بعدين رح يرجع لكلامي، لا تحط هالشي ببالك. واثق فيه؟
أنا بعد كل شي صار ما عاد أوثق بأي حدا. خلينا نقول أعطيتهم لسه شوية وقت، هو رح يجرب بأسلوبه، شفنا ما طلع بإيده، وقتها رح أتدخل بأسلوبي أنا ورح حل هاي القصة. إذا ما استرجعت القوة ممكن ما تكون بهالسهولة كل هالقد براق. دكتور هو منيح؟ فتح عيونه يا بيك، عم يسأل عنك، شوفه إذا بتحب. فيكو طمني، صرت منيح؟ خوفتني عليك يا زلمة، قلي أنت منيح؟ منيح منيح. لو تعرف يا فيكو، منيح، موتني من الخوف عليك. مي أخي. أه؟ مي مي. اتكرم عيونك، خود أخي فيكو شراب مي. والله خوفتني عليك كتير. يلا فيكو بس اشرب كم شفة، الدكتور قال بلا ما تشرب سوائل كتير. تمام هيك رح ندير بالنا، بكفي 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 مي كل هالقد. لازم ندير بالنا بهالفترة فيكو، اتفقنا؟ انت اخي ولك لازم تتحسن. منيح فيكو، اتفقنا؟ منيح انا منيح. براق بيك، رقم 7 على التليفون، بده يحكي مع حضرتك. فيغو يلا شد لي حالك، اعطيني مي. شو؟ شربني مي اخي. شو؟ مي. ما فهمت. مي مي. اه مي، تكرم. شرف، شربني رفقي. ايه شراب صحتين. وهنا شربني مي كمان. على عيني، الإنسان بهالحالة بيكون كتير عطشان. شراب صحة. بالهنا والشفاء. شربني كمان. خود خود خود. صحتين. تفضل عم اسمع حضرتك. وصلت للمصاري. وليش ما خبرتني من قبل؟ شفت انه هيك مناسب. علي رضا طمني شو صار له. خلينا بالأول نخلص من التسليم اليوم المساء، وعلي رضا بعدين، بعدين بسلمك يا لا تخاف. إذا هيك ناطر فارغ الصبر اليوم معناتها. عبدو شو الأخبار؟ أهلين وسهلين أخي، منيح. رقية خانم عم تستناك. أمي هون؟ إيه نعم. أمي يا عيون أمك، كنت عند اللحام، قلت لحالي بمرق بشوفك شوي. عبدو قال لي إنه مالك مطول، لهيك قلت بقعد بستناك. عملتي منيح أمي، أنت ما في بالعادة تجي على الموقف. خير؟ كله خير خير. بدي نحكي شوي أنا وياك. علي رضا اسمع، هيك ما بيمشي الحال، لازم تكتب كتابك على خالدة بأسرع وقت. البنت المسكينة خسرت أبوها وما ضل الله أي حدا بهالدنيا بنوب. المخلوقة على راسنا ومنحطها بقلوبنا كمان، آمين. بس لا تطول ابني، حلك ترتبط فيها وتعيشوا بيناتنا خلاص. البنت بتحبك والكل حاسس. خالدة بنتي، بس
صار وقت كتب الكتاب وما عاد في تأجيل بنوب. لازم تكتبوا كتابكم بأسرع وقت ممكن. معك حق أمي، رح نكتب كتابنا. بس مو بهالسرعة، ما بيمشي الحال عن ناشف. أنت عرضت عليها الزواج؟ يعني كنت متقدم لها، بس بتعرفي فرحتنا ما كملت. شوف، هالأمور لازم تمشي على أصولها، تمام؟ لهيك خوت بدي تعطيه لخالدة، هي رح تلبسه. هذا خاتم نهال مو؟ مو نفسه اللي لبستي اياه بعرسه؟ لا أمي، ما فيني أقبله. ابني، مو كرمال هيك أنت حتاخده أصلاً؟ يعني ذكرى نهال رح تعيش مع خالدة. الله أخذ مني ضنا، بس مكانها بعت لي بنت غالي علي كتير. خالدة بنتي صارت، وهي كل هالوقت حاطة إيدها على قلبها وعم تستنى، وأنا بدي إياها تصير كنتي. كون واثق من شغلة، أنه أختك نهال رح تكون مبسوطة بهالجوازة، ومبسوطة لأنه أخوها حيكون مبسوط. تمام أمي؟ تسلمي يا أمي. الله يرضى عليكم. أنا ما بدي شيء من هالدنيا غير إنه أشوفكم كلكم مبسوطين. خلصنا أخي، والله ما في لزوم. خلص اسكت، قرب لشوف. قرب. اوبا، صحتين صحتين وهنا. شو صار لك؟ على مهلك ولاك رح تبلع المعلقة. أخي إلي يومين، إلي يومين معلق السيروم، ما عم باكل شي. صحتين وهنا. تعرف فيكو؟ إيه حلال عليك والله. خود الخبزة كمان، كل الخبزة معهم. ها؟ تمام تمام، عملت من الملك على سن ورمح دادة لإلك. حلال عليك يا فيكو. شو عملت؟ حليت الأمور ولا لا؟ حليتهم. اليوم المساء في مراسيم تسليم واستلام، بعدين كمان رح أستلم علي رضا. ايه قوم فيكو، قوم طيب بسرعة، لا تروح الأحداث عليك. رح أتحسن ولا يهمك. معقول الملك يضل لحاله بدون الوزير؟ أنت زلمتي ولك. اللي صار عادي، ورصاصة مثل هاي ما بتموتني. والله إيه، ما متت من الرصاصة، رح تموت من الشوربة. على مهلك. والله نفدت. إيه رح وصل التليفون لبراق فورا يا بيك. ما بدي أحكي مع براق، بدي أحكي معك. معي أنا؟ ما في مشاكل مع هيك؟ لا ما في، بس براق ما لازم يدرى انه عم بحكي معك انا. فهمت. ايه يلا، قلت لي رح تقول شي مهم بس ما فتحت تمك. بصراحة عم فكر خالدة، بدي اختار الكلمات الصح. يعني ليش بقى؟
أنا صرت أب هلأ، لازم أحكي بكل توازن واحترام. هيك لكان ماشي. أنا بصراحة ما بآمن بالحب من النظرة الأولى. أنت لما ركبتي بسيارتي يوميتها كنت زبونة عادية بالنسبة إلي. بس من لما عرفتك ومن نظرة واحدة أرجيتيني شو يعني الحب الحقيقي خالدة. عشنا شغلات كتيرة، خسرنا ناس كتير وانقهرنا أكتر، بس ابننا رح ينسينا كل هذا الوجع. وهو هيك حبيبي، ما بدي شي ينقص عليه ابدا خالدة، بدي كل شي يحتاجه يلاقيه وين ما راح وين ما دار وشه. جاهزة لتكوني معي بحكاية جديدة، حكاية نربح فيها دائما وما نخسر فيها أبدا. أنت الإنسانة الوحيدة اللي رح تداوي لي جروحي يا دكتورة. تقبلي تتزوجيني؟ أصحك تشلحي هذا الخاتم. معقولة اشلحه يعني؟ عم حذرك خالدة، إذا أمي ما شافته بإصبعك بتقتلني إلي. إيه كنت رح أنسى هدول. شو ها؟ هي أكلة احتفالية. هداك اليوم لما ركبتي بالتاكسي معي كنت عم باكل سندويشة كفتة وما كملت وقتها. خلينا نكملها بعدين، انتي بروحين هلا لازم تديري بالك على اكلك. لحظه ما فهمت شغله، يعني بس بدك تطعميني كفته محرم عليك؟ لا خلينا نقول هي وجبه سنويه. قصدك تقول اني باكل كتير مو؟ لا. صحيح، بدي اسالك، معقول تكون هي هي نفسها سندويشه كفته؟ لا مو لهالدرجه، يلي بايدك اقل شي صار له جمعتين. Ha 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 ha.